رايك في استفادة الزمالك من المباريات الوديه خلال فتره التوقف ده؟ دي طبعا فرصه كبيره جدا للكابتن معتمد ان هو يشوف العناصر اللي هي مش بتشارك بصفه اساسيه مع الفريق، ان هو على مستوياتهم، ونشوف برده مين اللي هيكمل معانا في الفتره اللي جايه. بالنسبه للماتشين الوديين اللي الزمالك خدهم، طبعا الماتشين دول مفيدين جدا للفرقه. طبعا احنا بعوده الونش وعوده مصطفى شلبي، ودول اعمده رئيسيه في الفريق، فطبعا باذن الله الماتشين الوديين دول باذن الله يدوا طاقه وحماس للعيبه، وباذن الله نطمن على المصابين بتوعنا. هيخلي يعني في تحسن كبير في الاداء واللياقه والمستوى بالنسبه لفريق نادي الزمالك. طبعا دي خطوه كويسه جدا من الاداره الجديده، ان هي بدات فعلا تهتم بالماتشات الوديه، وان الفريق لازم يبقى ما بينهم توافق، والفريق لازم يلعب. وطبعا كسبنا 8، فده يعني رقم كويس جدا وشيء مبشر بالنسبه للاداره الجديده. وبالنسبه للمشاركات الجديده الونش، يعني الحمد لله رجع اهو، الفرقه تنسجم مع بعض وابتدى وتخلي فيه روح اكتر وانسجام اكتر مع المدرب، المدرب يفهم الفرقه اكتر في ظل التوقف بتاع المنتخب مصر. والله هو تغيير كويس عن التدريب الروتيني اليومي، وتجربه لعيبه ما كانتش بتشارك، منها زي كابتن محمود علاء والكابتن وسامسون ونضاي برضو الفتره، وعوده محمود حمدي الونش لاجواء المباريات والاجواء اللي هو افتقدها الفتره اللي فاتت دي. والله هو تجربه بالنسبه للكابتن معتمد جمال، بيجرب اللعيبه اللي كانت مصابه، بيجهز لعيب زي مصطفى شلبي، لعيب زي الونش، بيشوف العناصر اللي هو محتاجها اللي هيبتدي يجهزها للبطوله الوديه اللي هتتعمل في الامارات. هيبتدي للدور الثاني لتكمله الدوري،